عشرات الآلاف من أهالي قطاع غزة أكملوا أو ما زالوا يواصلون النزوح في رحلة للبحث عن مكان من المفترض أن يكون آمنا في موسم الهجرة إلى الجنوب. النازحون انتقلوا وكما نشاهد مع حضراتكم مناطق النزوح إلى الجنوب. هم ينتقلون من محافظتي شمال قطاع غزة ومحافظة غزة ليعبروا إلى هذا الوادي وادي غزة للانتقال إلى الجنوب. هم ينتقلون من هاتين المحافظتين الشماليتين باتجاه الجنوب. بالطبع خط المرور الرئيسي إلى الجنوب هو شارع صلاح الدين. شارع صلاح الدين تعرض للقصف كثيرا خلال الفترة الماضية نتيجة غارات إسرائيلية هزمت وأثرت على عدد كبير من أجزائه. الواجهة إلى أين؟ الواجهة بشكل واضح إلى محافظة الوسطى وإلى مناطق خان يونس ومحافظة رفح، حيث يقطعون هذا الشارع من صلاح الدين للوصول إلى هذه المناطق، بالتأكيد بحثا عن مناطق آمنة. يقومون طبعا بمرور بنقاط تفتيش إسرائيلية للتعرف على وجوههم. هذه النقاط يتم التصوير أمامها، منهم من يواصل الطريق ومنهم من يعتقل. إن تم تجاوز هذا المسار الطويل جدا لن يكون مسارك سالكا، عليك الوصول إلى مكان ما بعد قطع مسافة طويلة للغاية على الأقدام أو باستخدام ما هو متوفر من عربات تجرها الحمير. مناطق الإقامة خلال فترة الحرب أيضا لا تكون آمنة، ويعتمد الأمر بالتأكيد على البحث عن مناطق آمنة نتيجة التطورات الميدانية في مختلف قطاع غزة، ما سيؤدي بالتأكيد إلى رحلة نزوح نتيجة ازدياد واكتظاظ هذا الجانب الجنوبي بالسكان، وهذا يؤدي إلى معاناة كبيرة يواجهها السكان في الوصول إلى هذه المناطق الصعبة. بالتأكيد هذه الرحلة تحمل معاناة كبيرة نتيجة نقص المياه والغذاء بشكل كبير.